محطتنا التالية يا أريج رح نترافق فيها بعالم الطبيعة ونتعرف من خلالها على الأغذية يلي بتساعد على الشفاء من مرض السرطان، وشو العناصر والحصص الغذائية يلي لازم نركز عليها، وما هي الأطعمة يلي لازم نبتعد عنها. مع خبيرة التغذية وعلوم الغذاء إيفانا اليوسف، يسعد صباحك. صباحك سمر، هلا. أهلا وسهلا إيفانا. هلا أريج. إيفانا، يعني مثل ما تابعنا أنه اليوم هو اليوم العالمي طبعا لمرض السرطان، خلينا نعطي لمحة تعريفية عنه وما أهمية الغذاء بالنسبة للعلاج من هذا المرض. هلأ أكثر الناس ما بتعرف أنه السرطان عبارة عن أنه عدم قدرة الجسم على التخلص من خلايا فجأة بصير تنقسم. إحنا بالجسم موجود عندنا انقسامات، فبتصير هاي الخلايا المسؤولة أنه هي تتخلص من انقسامات أو تعمل انقسامات طبيعية تقسم الجسم أو الخلايا بشكل سريع، بصير الجسم ما بيقدر أنه يتخلص منها، بصير في عندنا نتوءات. هلأ شو بيختلف الورم الحميد عن الورم الخبيث؟ الورم الحميد لما بصير أو هاد الأورام بتتشكل بسبب الانقسامات بتضل بمكانها، أما الورم الخبيث لا، بيروح بينتشر بالغدد اللمفاوية وبالدم، وشان هيك بتلاقي أنه بينتشر بكل الجسم. طبعا هلأ تسميته بيختلف حسب المكان، سواء إصاب بالرئة ولا الكولون ولا هالقصص. هلا لهلا ما العلماء ما عرفوا بالضبط شو سبب الانقسامات، انه الجسم كان عم ينقسم بشكل طبيعي فجاه صار في انقسامات سريعه، فجاه الجسم ما عم يقدر انه يتخلص من هالانقسامات عم بيتشكل السرطانات. هلا بالنسبه للغذاء كثير مهم، اول شيء نحن الغذاء ممكن يقي انه نحن نصيب بالكانسر، وبنفس الوقت نحن ممكن نحن انه اذا كان معنا الكانسر نحن ما نخليه ينتشر او نحن نكبحه او حتى نساعد بالشفاء فيه. طيب شو هي إيفانا الاغذيه يلي لازم المريض يركز عليها؟ هلا بشكل عام الخضار والفواكه هي بالتوب 1 عندنا نحن، ليش؟ لانه فيها مضادات اكسده كثير، فيها فينوليك اسيد كثير عالي، وبنفس الوقت بتفيد الجسم، تعطيه كل الفيتامينات والمعادن والمصادر اللي بتقوي جهاز المناعه. هذا الجهاز المناعه هو اللي بيحارب ممكن هالخلايا. بالنسبه للحبوب مثلا الشوفان، الخبز النخاله، الحبوب الكامله كمان كثير مفيده كحصه نشويه كحصات، ممكن المعكرونة السمراء، ممكن الرز الأسمر، حتى لو الرز الأبيض والمعكرونة كمان بيقدر الشخص يتناوله. هلأ بالنسبة للحوم نحن بنفضل يتناول وقتها اللحم الأبيض مثل السمك والجاج أكثر من اللحم الأحمر. هلأ طبعا هو نحن بحاجة لللحم الأحمر، بس أنه ولو مرة أو مرتين بالأسبوع منيح كثير لإلهم. بالنسبة للفواكه مثل الفواكه مثلا هلأ نحن عندنا البرتقال، الحمضيات كثير مفيدة، الكيوي، البوملي، الرمان ممتازين كثير. أما بالنسبة للخضار فهي كل شيء ورقيات كبروكلي، لفت، ملفوف، الجزر، كلهم هدول موجودين. وهلأ والجرجير والأوراق الخضراء هاي فيها مضادات أكسدة عالية، هاي كلها مفيدة لأنه تقيك أو حتى إذا كان معك كانسر تحميك من شوية الأعراض اللي ممكن تنصابها. هلا الالبان، هلا هالخضروات ممكن تكون والورقيات مطبوخه او نيه؟ لا ممكن مطبوخه ممكن نيه، بس شلون بقى مطبوخه؟ نحن ما بنستخدم السمنه والزبده، نحن زيت الزيتون يفضل. هلا بزيت الزيتون بنلاقي باسبانيا يعني اقل مدينه ممكن تنصاب بالكانسر اخر الدراسات، ليش؟ لانه على قد ما بيستخدموا زيت زيتون بالطبخ حتى بيدهنوه على جلدهم، لما بتدهنيه على جلدك انت حميتي حالك من سرطان الجلد. فزيت الزيتون يفضل عن السمنه والزبده انه نحن نتناول، نحن نخفف الدهون. الملح والسكر مفروض نحن هلا في دراسات بتقلك انه ممكن يخففوا منه، بس هو معروف اكثر للدراسات الثانيه انه هن الغذاء تبع الكانسر. بالنسبه للاكلات الجاهزه الوجبات السريعه ابدا، هي الشخص بيتغذى عليها الخليه السرطانيه. والسمنه اذا الشخص كان زياده وزنه عالي لازم دغري ينزلها، لانه هي من الاسباب الرئيسيه لاصابه السرطان. قديش إيفانا الحمية الغذائية لها دور بالشفاء بمرض السرطان؟ طبعا كثير كبير، ليش؟ لأنه أنت لما بتعرفي شو بدك تاكلي، في عالم مثلا ما بتصدق أنه الحمية الغذائية معقول تشفيهم، شو ممكن تقولي لهم؟ طبعا لا هذا غلط، لأنه أنا لما بدي آكل نظام غذائي صحي أو أنا آكل أعرف شو الأغذية الصحية اللي بتفيدني، بتقوي الجهاز المناعي وبتمنع حدوث الفيروسات والأمراض اللي ممكن تسبب كانسر، فأنا معناتها طبت أو أنا حميت حالي من مرض الكانسر. فأنا لما بدي فيه مثلا الصبح أفطر آخذ البيضة، كمان البيضة كثير مهمة للاشخاص لتحميكي اصلا، لانه هي فيها مضادات فيها فيتامينات ومعادن كثير، بنفس الوقت الاشخاص اللي ما كانوا فيها ياكلوا بيض، فانا باكل بيض وخيار مثلا وبندوره، بس الصبح باكل لبن او لبنه، ممكن خبز اسمر، بعدين برجع على الوجبه الخفيفه تكون فواكه، فانا اخذت كمان معادن ومصادر غذائيه زياده حتى وفيتامينات بدي اياها، وعلى غدا الطبخه المطلوبه بس مخفف فيها الدهن. على الوجبة الثانية كمان بتكون فواكه أو تمر، تمر كمية الفسفور فيها عالية كثير، بتحمي من سرطانات مثلا الكولون، سرطانات الجهاز الهضمي، وبتقوي الجهاز المناعي. والعشاء بتعشى شيء حواضر، فلما أنا
بس هدول الشغلات الصغيرة أنا أتعلم أو أعود جسمي أني أنا أخذها، فأنا كتير الوضع عندي صح وأوي جهاز المناعة وحمايه حالي سواء من الكانسر والأمراض الثانية. إيفانا يعني للأسف أوقات منقرأ ومنسمع بخلطات كتير على الإنترنت وعلى الفيسبوك، منا يمكن القمح المبرعة ومنا خلطة المكسرات مع بعض، أو حتى في حميات عم بتكون لمرضى السرطان هي يومية ممكن يحصلوا على عناصر غذائية قليلة. هلأ هون شو بتقولي بما يخص هذا الموضوع؟ هلأ حمية أنه والله أنا 1-2-3 وهالكمية بدك تاكل، ما في هيك شيء. نحن عنا أن هذا الممنوع وهذا المسموح عندك، تمام؟ طبعا أكيد هو ما رح يكون عنده زيادة وزن لأنه بيكون بحالة صحية. وبده يلعب رياضه حتى لو ما كانسر، الرياضه كثير مفيده اصلا، انه اول شيء بتحسن له المزاج تبعه، ما راح يفكر بالمرض تبعه اللي هو اساس الكانسر انه ممكن يأذيك اكثر او الشخص يمرض فيه زياده وينتشر، هو النفسيه عامل النفسي. ونفس الوقت نحن لا بدك تاكل سابقا هلا من شوي اللحم الاحمر مره بالاسبوع او مرتين، اللحم الابيض فيك تاكله كاربع حصص بالاسبوع، الخضار والفواكه قد ما فيك تكثرهم، المكسرات بالنسبه للمكسرات اللي هي مفيده طبعا بس مو كالمالحه النيه بس مو لتشفي الكانسر، هي مفيده لانه فيها اوميجا 3 وفيها بعض مصادر المعادن، يعني مثل الخضار والفواكه نحن بحاجه للفيتامينات الموجوده هاي، نحن بحاجه لهالمعادن لحتى تقوي مثلا هذا الجهاز هذا العضو لتحمينا ناخذ احتياجاتنا، وهيك نحن بنحمي حالنا. اما الغذاء كثير مهم. فيما يخص بذر الفواكه او الخضروات او بشكل عام الفواكه، يعني عم بيكون كمان في بعض الـ يعني بنسمع بعض الخلطات انه بتتعلق بالبذور، هن مفيده بالفعل؟ هلا بذره التفاح اذا كثرت منها بتعمل تسمم وبتسبب للموت، يعني ما فينا نكتر اكثر من 3 حبات. هلا ليش بناكلها نحن التفاحه؟ لما بينشفوها بحطوها اخر دراسات، هي لانه فيها مضادات اكسدي عالي وفينوليك اسيد اللي هن بيحموا من الكانسر او ممكن يحاربوا شوي الخليه السرطانيه او بتحميك انك ما تنصابي. فلا انا باكل التفاحه كامله وباخذ مضادات الاكسده كامله، بتكون طعمتها احسن لانه الحب كبر وبكون اخذت فايدتي، ليش لا اخذ؟ لا ما في هيك شيء، يعني حتى بعض العطارين بيقولوا لك هاي العشبه وهاي في اعشاب ما دخلها، طبعا كل الاعشاب ما خاصه بالكانسر وما لها علاقه، هي مشان قصه المضادات الاكسده ما انا موجوده، اكثر شيء ملاقيه بجوز مثل ما قلت بذور التفاح بنفس الوقت كثرتها بتعمل قتل. طيب ايفانا شو رايك بيقولوا انه الزنجبيل يقتل خلايا سرطانيه اسرع من الكيماوي، شو رايك بهالمقولات؟ لا ماني مع هالمقولات، هلا اوريدي نحن نفضل انه الشخص الكيماوي شيء كثير خطر انه عم يقتل الخلايا السرطانيه السيئه والجيده اللي ما في معنى خلايا الاكسده العاديه. بنحن عم نشجع على المواد الطبيعيه انه خلص خذوا الزنجبيل مشان ما تروحوا تتعرضوا لشو اسمه للعلاج الكيماوي او العلاج بالاشعه، ما بعرف هيك بتوقع. لا طبعا هو يفضل لما بتوصل لمراحل عاليه وانت متاخره بالكشف عن السرطانات ومو كل كل فتره عم تعملي فحوصات دوريه ما عم تكشف معك وفي مشكله بالجسم، فنحن بنحتاج وقتها للكيموثيرابي وبنفس الوقت للاشعه، ما الشخص ما عاد يقدر. اما هلا الزنجبيل ليش هو منيح؟ انا اذا بدي اقي حالي باخذ الشغلات الطبيعيه، لانه اكثر الاكل اللي عم ناكله فيه هرمونات، فانا ممكن زنجبيل، القرفه مثلا، الكمون، هدول بتحميك بيقولوا لك من سرطانات الكولون مثل ما قلت، لانه الاساس تركيبه المضادات الاكسده الموجوده فيها. اهم المشروبات اللي يمكن يتناولها الشخص المصاب بمرض السرطان ان كانت طبيعيه او حتى بتنصحيه، ممكن في بعض الاشخاص يمكن عندهم هوس كبير بشرب بعض المشروبات الغازيه، كمان شو بتقولي؟ المشروبات الغازيه الاساس من الموجود التركيب تبع انه بتسبب الكانسر للاشخاص المدمنين، اضافه للمساوئ الثانيه اللي ممكن تسبب لهم اياها، لازم يوقفوها، الكحول لازم تتوقف، الاشخاص المدخنين اذا معهم كانسر او ممكن عندهم بالعيله حدا معه كانسر، لانه الكانسر هو وراثي، فبتلاقي انه لا لازم يوقفوها. فالمشروبات ممكن يشربوها اللي هي في مضادات اكسده عاليه، الشاي الاخضر، الشاي الاحمر فيهم يشربوه بس بعد الاكل بساعه، اوكي مثل ما قلنا الزنجبيل، القرفه، الكمون، هدول كلهم بتفيد في مضادات اكسده عاليه، العصير حتى في المشروبات الخضار فيهم بعض الخضار، عصير بندوره كثير مفيد، الطماطم والبندوره لانه هو يحميك من الاصابه بالكانسر ويقيكي او مثلا يخفف لك من مده الكانسر اذا اكتشفناها بالاول طبعا نحن. وعصير البرتقان كثير مفيد كمان. مثل ما بنعرف إيفانا هناك بعض الأطعمة اللي كانت تساعد على نمو الخلايا السرطانية وبعض الأطعمة تساعد على توقف نمو هذه الخلايا السرطانية، هلأ بدنا نصيحة لكل حدا عم يسمعنا، نصائح للوقاية ونصائح لمرضى السرطان.
هلا كثير مهم نحن كل فتره نعمل فحوصات، اذا في عندنا بالعائله حدا معه كانسر لازم يغير روتين حياته، تكون الرياضه عنده اساسيه، اذا في زياده وزن لازم فورا ينزل وزنه، اذا دائما هو مشكله التهابات فيروسيه او التهابات دائما لازم يروح لعند الطبيب ما يوقف، لانه ممكن تتحول لكانسر، حتى في بعض الفيروسات بتكون اساس لاصابه الكانسر. الغذاء الصحي لازم يبدلوا مثلا السمنه، الاكل الدايت، الاكل الجاهز، المشروبات الغازيه، يشربوا شاي اخضر قديش مفيد مضاد للاكسده، ممتاز الشاي الاخضر، الفواكه، الخضار، اللحم الابيض، الحبوب الكامله اللي بتناولها كنشويات، يعني بس بدهم يغيروا اسلوب حياتهم نفسيتهم تتغير بيكون وقت. حتى اذا كمان الكانسر اكتشفناه باول الاعراض او اول اصابته الشخص كثير سهل انه يتعالج، حتى ما في داعي بجوز احيانا يروح على الكيموثيرابي او حتى على الاشعه. حكينا عن الاغذيه اللي يفضل انه يتناولها مريض السرطان، لكن الشخص السليم لحتى يوقي حاله بنظام غذائي ممكن يقدر يتناوله خلال النهار، شو بتنصحي؟ طيب مثل ما قلت خضار والفواكه، عباره الخضار ثلاث وجبات يعني فطور وغدا وعشاء، فواكه بنعمله كحصتين على بين الكسناكس يعني وجبات خفيفه، ممكن اذا ما بدنا فواكه ناكل مكسرات نيه او مثلا تمر او حتى المجفف، الفواكه المجففه كثير مفيده، او انه مثلا قطعه شوكولا سوداء مع كاسه شاي اخضر، هي كمان نحن اخذنا مضادات اكسده عاليه. بالنسبه للغدا الطبخه بتطبخها ربه المنزل، بس نحن محل مثل ما قلت ممكن مشوي او على البخار او بالفرن، إذا ولا بدنا نقليه نستخدم زيت الزيتون أو زيت الكانولا، هدول كلهم كزيوت مفيدة مهدرجة جيدة بالنسبة للكوليسترول وهالقصص. العشاء يكون دائما مثل الصبح حواضر، إذا ولا بده ياكل شيء يكون مشوي مع سلطات، دائما السلطات مفيدة كثير بكل الأفكار لأنه فيها المضادات الأكسدة عالية نحن بحاجة لها، حتى الطبخات الورقية مثل السبانخ، اللفت، هدول القصص، الملفوف، نحن كمان ممكن نحن ناكل منها على الغداء إنه كمان فيها مضادات أكسدة عالية، يعني هي روتين الحياة اللي نحن بنعمله بالعادة، بس بدنا نعرف شو بدنا ناكل. بالنسبة للكميات فهي كل شخص بيختلف حسب عمره ووزنه وطوله ونشاطه الفيزيائي. دكتورة إيفانا، باليوم العالمي للسرطان شو بتحبي توجهي كلمة لكل مريض سرطان؟ اول شيء الله يشفي الجميع العالم. والكانسر هلا نحن وصلنا لمراحل عم ينشفى كثير ناس باول مراحل له، حتى العلاج تغير، صار كنا قبل علاج الكيمو او السيرب الاشعه تضرب الخلايا بشكل عام، هلا لا عم تروح لعند الخليه السرطانيه وتضربها او حتى تدمرها، فهن ما عاد يخافوا هذا الشيء. صح لما الشخص بيقول لك كانسر فبينهد، اهم شيء نفسيتك، اهم شيء انه انت اوكي مرض حيكون مثل ما اي مرض ثاني، حامشي بالخطوات اللي انا اللي هي الخطوات الصحيه، حاكل الغذاء الصحي اللي ممكن يخفف او ممكن يساعد او يقتل الخليه السرطانيه، وبهيك يعني الله يشفي الجميع. يمكن ونقطه كثير مهمه ذكرتي ايفانا هي الرياضه. تمام. بالفعل دائما مع كل نظام غذائي بيقولوا انه الرياضه لازم تكون باي نوع رياضه تكون تناسب الشخص، قديش بالفعل الرياضه لها تاثير كبير؟ كثير. على الشيء انه هي نفسيا بتحسن لك نفسيتك، اذا كنت معصب، اذا كان في ستريس، اذا كنت كئيبه تنشط لك هذا كل جسمك، كل الدوره الدمويه بتتغير، بصير بيتغذى الجسم صح، الاعضاء بيوصل للغذاء صح، فكل هذا الشيء نحن نشرب مي خلال الرياضه، نحن عم نطرد سموم، لما بنقرأ عم نعرق عم نطرد سموم، فبهالحاله انت خلصتي من جسمك كل السموم نفس الوقت حمى حاله. إيفانا اليوسف أخصائية التغذية، شكرا كثير للمعلومات المفيدة اللي قدمتي لنا إياها. شكرا كثير إيفانا اليوسف على المعلومات القيمة وكلماتك الرائعة لكل مرضى السرطان، نتمنى لهم الشفاء.